هذه ساعات والأيام القليلة في خواتم رمضان موسم الزيادة، يزيدك، يزيد كثير إيمان، يزيد كثير إسلام، يزيد كثير عافية، يزيد كثير قرب، يزيد كثير محبة. معك الوقيت الصغير ذا أغنم ولعلك تزداد، وما عاد يخرج إلا وأنت رفيع في قوة إيمانك، رفيع في قوة إسلامك، رفيع في قربك من إلهك جل جلاله. الله يكرمنا، الله يكرمنا، يتفضل علينا ويمن، لا تحرمنا نفحات هذه الساعات والليالي المباركات الزهيات، لأن ما عاد نقدر على أكثر من 3 ليالي. خلاص في رمضان ما تزيد على 3 ليالي باقي، خلاص ما يمكن. الله يكرمنا فيها ويجعلنا عنده من خواص أهلها. اللهم أكرمنا بذلك في عافية، أكرم بجميع الحاضرين والمشاهدين وجميع من في ديارهم ومن في منازلهم وأحبابنا. يا حي يا قيوم، خير مسؤول أنت وأكرم مأمول أنت، سألناك فاستجب لنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.